السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حصتنا النهارده بإذن الله هو بيتكلم على قانون أوم للدايرة المغلقة. القانون ده احنا خدنا مع بداية أول حصة قانون اسمه قانون أوم، لما عرفنا إن فرق الجهد يتناسب طرديًا مع شدة التيار عند سقوط درجة الحرارة. النهارده بقى بنتكلم بطريقة أوسع شوية وأشمل، لأن إحنا كنا بنعتبر إن البطارية هي مصدر التيار الكهربي بدون مقاومة داخلية ليها. إيه مقاومة داخلية دي؟ ده اللي إحنا هنعرفه النهاردة لما نتكلم مع بعض على إن البطارية أحد مكوناتها أو من ضمن مكوناتها ما يتم بذل شغل عليه، هيبذل شغل داخل البطارية، فبالتالي أكيد البطارية كده بتستهلك جزء من الطاقة، أو بنقول بمعنى أصح في فرق جهد بين قطبي البطارية أو قطبي المصدر، وفي فرق جهد خارجي على المقاومات زي ما شفنا مع بعض. طيب تعال نوضح الكلام ده بصورة أكبر. لما نقول إن الشغل الكلي المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها 1 كولوم داخل المصدر وخارجه، معنى كلامك ان في شغل هيتبذل داخل المصدر يعني داخل البطارية، وفي شغل هيتبذل خارج المصدر اللي احنا عارفينه في بتساوي اي في ار. لكن ايه هو الشغل المبذول داخل المصدر ده؟ ده قلنا اللي هنتعرف عليه النهارده. تعال نشوف في الدايرة المقابلة. واضح جدا ان انا عندي بطارية قوتها الدفع في باتري، وايه قوة الدفع دي كمان هنعرفها برضو دلوقتي، وكأني لسه ما شفتش الدنيا. معايا مفتاح، مقاومة متغيرة ريوستات، والمقاومة الخارجية والأميتر. المقاومة الخارجية ار كابيتال اللي متوصل بين قطبيها او بين طرفيها عفوا فولت ميتر اسمه في 1. في فولت ميتر تاني متوصل بين قطبي البطارية اللي هو في، وجنب البطارية او جنب كلمة الفي باتري في حاجة اسمها ار سمول. الدايرة اللي قدامي عايزة توضح لي إن البطارية ليها مقاومة بنطلق عليها اسم المقاومة الداخلية وبنرمز لها بالرمز R small. لما باجي أحسب شدة التيار بتاعي الكلي في الدايرة بعمل حسابي إن أنا أجمع المقاومة الداخلية اللي هي R small اللي أنا أول مرة أشوفها النهاردة مع المقاومة الخارجية اللي هي R capital، وبالتالي تتعين شدة التيار في هذه الدائرة المغلقة. لما نقفل بقى المفتاح من العلاقة، القوة الدفع الكهربية اللي هي في باتري على المقاومة الكهربية الكلية اللي هي R equivalent، سواء كانت R بقى توالي وتوازي زي ما شفنا في الدرس اللي فات، مع المقاومة الداخلية اللي هي مين؟ R small. وبالتالي I بتساوي في باتري على R capital زائد R small. طيب تعال نشوف مع بعض او نوضح اكتر القانون دوت ازاي بنقدر نستنتجه. هو كده البطارية تعتبر هي مصدر التيار بتاعي، فبنقول ان في باتري بتساوي في زائد في. في الاولانية هنعتبرها مع بعض ان هي اي في ار كابيتال اللي هي شدة التيار في المقاومة الخارجية، يبقى ده كده الشغل المبذول خارجيا خارج المصدر. وفي التانية اعتبرها دلوقتي اي في ار سمول، يعني وكانه الشغل المبذول داخل البطاريه او داخل المصدر، فيظهر قدامي بالمنظر ده. يبقى الفي باتري بتساوي اي في ار كابيتال زائد اي في ار سمول. تمام، نبص مع بعض. هناخد الاي عامل مشترك، ويبقى افتح قوس واكتب ار كابيتال زائد ار سمول، ويبقى ده بيساوي الفي باتري. طيب نبص مع بعض على جزئيه تانية. يبقى كده الاي بتساوي زي ما قلنا في باتري على ار كابيتال او ار ايكويفالنت زائد ار سمول. ده كده استنتجنا قانون اوم للدايره المغلقه اللي بيقول لي لما تيجي تحسب شده التيار الكلي اعمل في حسابك لو في مقاومه داخليه للبطاريه بتجمعها على المقاومات الخارجيه، وبيبقى الناتج بتاعك اي بتساوي في باتري على R زائد R. إيه بقى العلاقة بين القوة الدفع الكهربية وفرق الجهد؟ زي ما شفنا في الدايرة الكهربية في 2 فولت ميتر، فولت ميتر متوصل مع البطارية
وفولتميتر متوصل مع المقاومه. طب ايه العلاقه ما بين فرق الجهد ده وفرق الجهد ده؟ تعال نستنتج برضو في بدري بتساوي الشغل المبذول داخل البطاريه والشغل المبذول خارج البطاريه اللي هو فرق الجهد بره وجوه، يبقى في هسيبها زي ما هي بتساوي في بدري بتساوي في زائد اي في ار، لان انا اعتبرت معاك ان فرق الجهد الثاني دوت هو يعتبر الشغل المبذول داخل المصدر او داخل البطاريه، فيبقى شده التيار مضروبه في المقاومه الداخليه، يبقى في بدري بتساوي في زائد اي في ار. طيب لما اجي اعكس الاشارات او اطلع الاي ار بره بعكس الاشاره، هلاقي ان في بتساوي في بدري ناقص اي في ار. من هنا اقدر اقول لك لو افترضنا مع بعض ان الدايره مفتوحه، ايه اللي هيحصل؟ هتتوقع وتقول لي ان شده التيار بصفر. طب لو شده التيار بصفر، لو انا عندي شده التيار بتساوي زيرو، يبقى ساعتها الفي هتساوي مين؟ الفي بتري. طب مين الفي؟ الفي دي قراءه الفولتميتر اللي متوصل مع البطاريه بالمنظر ده، تمام؟ وادي الدايره لو كملناها، طبعا ده المفتاح كي وكأن الدايره مفتوحه، يبقى ساعتها الفولتميتر متوصل بين قطبي المصدر بين النقطتين اللي انا بشاور عليهم دول، وتبقى قراءته هي القوه الدافعه الكهربيه، او بمعنى اصح اقدر اقول ان القوه الدافعه الكهربيه كتعريف هي فرق الجهد بين قطبي المصدر في حاله عدم مرور تيار كهربي، لان شده التيار هتكون بكام؟ بصفر. يبقى تاني انا كده جبت علاقه ما بين القوه الدافعه الكهربيه اللي هي في بدري وفرق الجهد بين او قراءه الفولتميتر بمعنى اصح. يبقى ساعتها بقول من القانون لو عدناه تاني بسرعه، هنقول تاني بسرعه كده، انا عندي الفي باتري اللي هي تعتبر القوه الدفع الكهربائيه بتاعت البطاريه او الجهد الكلي بتاع البطاريه، بيساوي مجموع فرقي الجهد، فرق الجهد خارج البطاريه وفرق الجهد داخل البطاريه. فانا بخلي فرق الجهد على المقاومات الخارجيه في بسيبه زي ما هو ما بفكوش، ولكن بفك فرق الجهد اللي داخل المصدر او داخل البطاريه اي في ار سمول. لو انا عكست الاي في ار سمول طلعتها بره بعكس اشارتها، هيبقى الناتج عندي في بتساوي في بتري ناقص اي في ار. مين اي في ار دي يا جماعه؟ قلنا دي الجهد او الشغل المبذول داخل المصدر. ساعتها لو انا اتفقت معاك ان الدايره ما زالت مفتوحه، يبقى شده التيار بصفر، يبقى الحد ده كله كده مش هيبقى موجود قدامي، يبقى ساعتها فرق الجهد بين قطبي البطاريه هو القوه الدافعه الكهربيه، او نقوله بطريقه ثانيه القوه الدافعه الكهربيه لمصدر هي فرق الجهد بين قطبي المصدر والدائره مالها مفتوحه، يبقى ده كده القوه الدافعه. وكان في تعريف مستر عبد، ايوه مستر عبد اي اتفضل سيد معايا اي اتفضل. بصوا ابنائي الطلبه، طبعا زي ما مستر عبده كان كاتب لنا كده ان فرق الجهد بين القطبين بيساوي القوه الدافعه للبطاريه ناقص او مطروح منها المقدار اي في ار. هنا هنربط الكلام ده بكلام احنا بنطبقه في الحقيقه لما بنروح بنجيب حجر عشان نشغل بيه الدايره الكهربائيه بتاعت الريموت. الحجر ده بيبقى مكتوب عليه رقم، بنلاقي ساعات ان في حجر رخيص الثمن وحجر غالي الثمن. الحجر رخيص الثمن مصنوع من مواد القيمة الار بتاعتها بتبقى قيمة كبيرة، بينما الحجر اللي هو او العمود اللي احنا بنشتريه الغالي الثمن ده بتكون الار سمول قيمة صغيرة. فبالتالي الحجر الغالي فرق الجهد اللي هيخرج اللي هيشغل الدايرة اكبر، هيبقى قيمة كبيرة، بينما في الحجر اللي هو رخيص الثمن الفرق الجهد اللي هيبقى هنا هيستهلك منه جزء
في اي في ار اللي هو المطروح منه اي في ار، يبقى احنا كده برضو قدرنا نعرف ايه الفرق بين حجر مثلا رخيص الثمن وحجر غالي الثمن. الفرق هو المواد المصنع منها العمود ده اللي هي القيمه بتاعت ار الداخليه زي ما مستر عبده قال. فاحنا على قدر الامكان مصنعو البطاريات بيحاولوا يقللوا من قيمه الار عشان يزودوا لنا من قيمه فرق الجهد اللي هيخرج. يبقى زي ما قلنا في بقى تعريف قلناه في اول الحصه اللي هو الشغل الكلي المبذول داخل وخارج المصدر لركن شحنه مقدارها 1 كولوم، ده برضو تعريف تاني للقوه الدافعه الكهربائيه. طيب يبقى عند فتح الدايره هتنعدم شده التيار وبالتالي هينعدم المقدار اي في ار سمول وتكون الفي بتساوي في باتري، ويبقى ده تعريف للقوه الدافعه الكهربائيه. طيب نبص بقى لو حبينا نطبق على العلاقه اللي احنا خدنا عليها على طول مباشره في الشكل المقابل، تعال نبص عليه، تكون قيمه الميل بتساوي طبعا الواضح ان المعلومه اللي احنا عارفينها من قانون اوم ان العلاقه بين في واي علاقه طرديه، ده كده قانون اوم العادي اللي احنا نعرفه، في بتساوي اي في ار، تمام؟ يبقى فرق الجهد والتيار علاقه بينهم علاقه طرديه. لكن النهارده لما جبنا فرق الجهد بين قطبي البطاريه في حاله غلق الدايره كنا بنقول ان في بتساوي في باتري ناقص اي في ار. هنا بقى ابدا اقول لك ان فرق الجهد وشده التيار العلاقه بينهم مش طرديه على طول الخط. ليه؟ هنا في الحاله دي او في القانون اللي قدامي ده دلوقتي كلما قلت شده التيار وهي باشارتها السالبه زي ما شايفين على الشاشه هنجد ان فرق الجهد قيمته بتزيد. اصبح هنا العلاقه بينهم علاقه عكسيه، وبالتالي لما رسمنا العلاقه بين فرق الجهد على محور الصادات زي ما شاورت لك وشده التيار على محور السناد وطلعت العلاقه اللي انت شايفها علاقه عكسيه زي ما احنا بنبص عليها دلوقتي، ده معناه ان لو افترضنا مع بعض يا جماعه ان شده التيار بصفر زي ما اتفقنا ساعتها هيبقى الفي هو الفي باتري بس، يبقى قيمه الفي باتري زي ما هي اضعف محور الصادات لما كان شده التيار بيساوي كام؟ صفر. طيب نرجع بقى، انا عندي القوه الدافعه للبطاريه ثابته وانا قسمت في على اي هتطلع العلاقه العكسيه صادات على سينات، يبقى الباقي معايا هيكون مين؟ سامع واحد بيقول لي سالب ار. وفعلا لما يديني في الاختيارات ويقول لي الميل في هذه الحاله اقول له ار ولا سالب ار ولا في ولا في باتري، هيبقى سالب ار. يبقى ده تطبيق على طول سريع على القانون اللي احنا اشتغلناه دلوقتي. نشوف حاجه ثانيه، يبقى القوه الدافعه الكهربيه كتعريف تكون دائما اكبر من فرق الجهد بين طرفي دائره الخارجيه. ده سؤال ممكن يجي في صوره اختر الاجابه الصحيحه، هو جاي لي هنا في صوره علل وانا عايز منه الاجابه. لما يقول لي القوه الدافعه الكهربيه لعمود تكون دائما اكبر من فرق الجهد بين طرفي دائرته الخارجيه، لو انا بصيت معاك على اجابه السؤال ده عايزك تتخيل القانون اللي احنا كنا كاتبينه. كنا بنقول ان الفي باتري بتساوي في زائد اي في ار سمول، في باتري اللي هي القوه الدافعه بتساوي في اللي هو فرق الجهد زائد اي في ار. يبقى دي اجابه منطقيه للسؤال اللي قدامي ان القوه الدافعه الكهربائيه بتساوي فرق الجهد زائد حته زياده اللي هي اي في ار سمول. اجابته لوجود مقاومه داخليه للعمود يستهلك او يستهلك فيها شغل لنقل الكهربائيه داخل العمود. يبقى لو عدلنا شكل القانون ده هيبقى الفي باتري بتساوي في زائد اي في ار، يبقى معنى كلامك ان في شغل مبذول خارج المصدر وشغل داخل المصدر. مستر عبد الرؤوف اتفضل سامي. لو جه زي ما حضرتك تكرمت واسردت الميل في العلاقه اللي قدامنا ديت هيطلع بقيمه سالبه، يعني لو كان في عندنا هنا ارقام في المحور الراس والمحور الافقي وجينا نجيب فرق الصادات على فرق السينات يطلع فرق الصادات على فرق السينات قيمه سالبه، يعني الميل بيساوي سالب، واصل الميل هيساوي سالب ار.
فبالتالي اشاره سالب هتروح مع اشاره سالب، تطلع قيمه الار قيمه موجبه. يبقى نخلي بالنا من تمام الملحوظه المهمه دي، لو هنا في ارقام الميل هيطلع رقمه سالب، يعني، اصلا الميل من القانون اللي وكأننا بنقول حضرتك يا استاذ اسرقته ايمن، الميل بيساوي سالب ار. يعني هنقوم وكأننا نختصر بنقول السالب مع لو السالب، الميل تطلع قيمه الار قيمه موجبه. تمام، اتفضل. يعني وكأننا بنقول سالب ار بيساوي سالب 2 اللي تمام هو الميل يعني، فبيطلع تمام السالب مع السالب يبقى الار بتساوي 2 اوم على طول. علشان نعرف ان هي الار اصلا قيمه عدديه موجبه. تمام. اتفضل. طيب نشوف حاجة كده كمان، مثال كده على طول تطبيق على القانون برضو. مقاومة 4.7 أوم وصلت بين قطبي بطارية قوتها الدفع 12 فولت ومقاومتها الداخلية 3.1 أوم. ده مثال مباشر جدا نقدر من خلاله نحل على طول. تعال نشوف مع بعض كده المثال ده بيقول لي ايه. هو هنا بيقول لي ان المقاومه اللي هي ار كابيتال بتساوي 4.7 اوم، وعندي البطاريه القوه الدفع بتاعتها 12 فولت، بطلع المعطيات، وار سمول المقاومه الداخليه لهذه البطاريه 3.1 اوم. عايز شده التيار، قلنا اي بتساوي في باتري على ار زائد ار، يبقى بتساوي 12، وهجمع 4.7 زائد 3.1 هتطلع 4، يبقى وكأني بقول لك شدة التيار 3 أمبير. سهلة. عايز بقى فرق الجهد بين طرفي هذه المقاومة، في بتساوي اي في ار، يبقى فرق الجهد بين طرفي المقاومة ملناش علاقة بالموضوع بتاع النهاردة، بنضرب اي في ار زي ما كنا متعودين، يبقى 3 في 4.7 هيطلع معاك قيمة فرق الجهد بالايه؟ بالفولت. طيب ده بالنسبة لقيمة أو لتطبيق قانون أوم للدائرة المغلقة، تطبيق وتعويض إيه؟ مباشر. طب تعال نشوف مع بعض سؤال تاني، بيقول لي في الشكل المقابل، أدي الشكل قدامي، بطارية 15 فولت ومقاومة 2.7 أوم ومفتاح. إذا كانت المقاومة الداخلية للبطارية 3.1، عين قراءة الفولتمترين والمفتاح مفتوح، قراءة الفولتمترين والمفتاح مغلق. في حالة ما يكون المفتاح مفتوح يا جماعة، كده أنا عندي جهازين مش هيشتغلوا، اللي هما الجهاز ده مش هيمر فيه تيار، والجهاز ده مش هيجي له تيار يشتغل، وبالتالي مفيش عندي غير V2 هو اللي هيبقى شغال، وساعتها قراءته هتساوي الفي باتري، لأن إحنا من القانون بنقول فرق الجهد بين قطبي المصدر هيساوي في باتري ناقص اي في ار. طب اي بصفر لان الدايره مفتوحه، يبقى في 2 بيساوي في باتري، يعني بيساوي 15 في حاله المفتاح مفتوح. قراءه الاميتر، او هنقول بقى هو ما عادش الاميتر وعايز قراءه الفولتميتر في 1، يبقى اقول له في 1 بتساوي كام؟ صفر. ده كده في حاله ما يكون المفتاح مفتوح. طب في حاله ما يكون المفتاح مغلق، عشان اجيب قراءه في 1 اللي تحت، ده عبارة عن اي في ار، يبقى انا لازم اجيب الاول الاي. طب هجيب الاي ازاي؟ هنقفل الدايرة زي ما قفلت معاك دلوقتي، اي بتساوي في باتري على ار زائد ار، هتساوي في باتري بكام يا جماعة؟ ب 15 على مجموع الارين اللي هو 2.7 و3.1 ب 3، يبقى كله على بعضه 5 امبير. دي كده لو قال لي هات قراءة الأميتر، يبقى قراءة شدة التيار ب 5 أمبير. طب لو عايز مني في 1 اللي متصل مع البطارية، هقول له أي في أر، يبقى 5 في 2.7 هيطلع معاك قراءة الفولتميتر في 1. طب قراءة الفولتميتر في 2 يا جماعة، قال لي بص في 2 بتساوي، مش هو متوصل مع البطارية؟ الفولتميتر اللي متوصل مع البطارية يا جماعة بنعلمها كده، الفولتميتر اللي مع البطارية يبقى في بطارية ناقص اي في ار، يبقى وكأني بقول لك في 2 هيساوي 15 زائد ناقص، وافتح قوس اضرب 5 اللي هو شدة التيار، في ار سمول اللي هي 3.1، يبقى وكأني بقول لك 15 ناقص 1.5
هتطلع معاك 12 ونص. ده بالنسبة أو على الحسابات بتاعتك بالآلة، ده بالنسبة لمسألة من المسائل بالمنظر ده. طيب سؤال تاني برضو، في الدايرة الكهربية الموضحة بالشكل تكون قيمة المقاومة الداخلية للبطارية. طبعا الدايرة اللي قدامنا دي جت في 18 دور أول في امتحان بوكلت 2018 دور أول، وكان امتحان محترم جدا طبعا، هو و18 دور تاني. لما يجي يقول لي أنا عايز قيمة المقاومة الداخلية للبطارية، هنا أنا وكأني رجعت بيك للدرس اللي فات، تمام؟ لما باجي أقول لك أنا معايا مقاومات 4 و4 و4 متوصلين بالطريقة اللي قدامك، ومعاك الفي باتري ب 14 فولت، في تيار عندي بواحد أمبير، أنا كده وكأني بقرأ الشكل معاك، وده أصح حاجة. وأنت بتحل أي شكل مرسوم لازم حضرتك يكون عينك بتقرأ الشكل كويس. يعني لما نيجي نقول هنا التيار اللي داخل عند المقاومة 4 اللي على أقصى اليمين في الشاشة، تمام، اللي قدامك ده دلوقتي القانون بيقول إن التيار دلوقتي 1 أمبير داخل على المقاومة دي، تمام. يبقى هو في الأصل كان جاي من هنا بكام؟ لو أنت مركز التيار اللي داخل هنا دلوقتي 1 أمبير، فالتيار اللي داخل هنا برضو أكيد هيبقى 1 أمبير، لأن المقاومتين متساويتين. إذا التيار الكلي اللي كان جاي من البطارية بيساوي كام يا جماعة؟ 2 أمبير. تاني، التيار اللي داخل على الفرع ده ب 1 أمبير، والتيار ده يعتبر 1 أمبير برضو، لأن المقاومة دي قد المقاومة دي، يبقى وكأن التيار الكلي اللي جاي من بره عند البطارية أصلا بيساوي 2 أمبير. طب أدي أول استنتاج ليا. بعد كده أنا معايا التيار الكلي ومعايا الفي باتري، عندي القانون بيقول أي بتساوي في باتري على أر إكويفلنت اللي هي الأر المكافأة زائد أر سمول. أنا مجهول عندي أر سمول، واي موجوده ب 2 امبير، قلنا شده التيار الكلي، الفي باتري ب 14، فاضل لي اجيب الار ايكويفالنت. واحده واحده من الحصه اللي فاتت انت بتقول ان المقاومتين دول توازي عشان التيار اتوزع عليهم، واحده على عددهم يبقى قيمتهم ب 2، هجمعها مع الاثنين مع الاربعه دي، يبقى وكأن الار ايكويفالنت طلعت ب 6. يبقى ساعتها هقول لك اي بتساوي الفي باتري 14، الار ايكويفالنت ب 6 زائد ار سمول. طب اي بكام يا جماعه؟ ما احنا قلنا 2، يبقى 2 امبير بتساوي 14. انا سامع واحد بيقول لي 14 على 7، ال 2 امبير هتساوي 14 على 7. طب انت معاك 6، يبقى كده وكأن المقاومه الداخليه بكام؟ بواحد، لأن السؤال ده طبعا ما كانش محتاج خطوات قد ما هو كان السؤال في صورة اختر الإجابة الصحيحة. يبقى كده الإجابة بتاعتي هتبقى ب اللي هي بتساوي 1 أوم، تمام. طيب شكل تاني أو سؤال تاني أو فكرة تانية في الدرس يا جماعة نشرحها مع بعض قبل ما ناخد عليها تطبيق أو سؤال. عند وجود أكثر من بطارية موصلة على التوازي متعاكسة هنحسب شدة التيار من العلاقة. يعني إيه؟ بص كده ركز معايا في الشكل اللي قدامي. أنا عندي بطاريتين، البطارية الأولى قوتها الدفع VB1 ومقاومتها الداخلية R1، وبطارية V باتري 2 ومقاومتها الداخلية R2. طيب لو ركزنا مع بعض هنجد إن التيار اللي طالع من البطارية الأولى بيمشي في هذا الاتجاه كتيار اصطلاحي زي ما احنا متفقين قبل كده، وفي نفس الوقت في البطارية الثانية التيار طالع في نفس الاتجاه برضه، يبقى تيار البطارية الأولى نفس اتجاه تيار البطارية الثانية. يبقى في اللحظة دي وكأن البطاريتين بيدفعوا الشحنات معا، يبقى لازم ساعتها لما تيجي تجيب القوة الدفع الكلية تقول لي ايه؟ تقول لي القوة الدفع الكلية بتساوي في باتري 1
زائد في باتري 2. طيب نيجي نحسب قيمة شدة التيار، هنجد ان اي بتساوي في باتري كلية على لو كان عندك مقاومة خارجية، وبعدين بتبدأ تجمع المقاومات الداخلية معا. بالمنظر ده مفيش اي مشكلة ولا ادنى مشكلة. يبقى انا عندي هنا شدة التيار الكلي الناتج من البطاريتين، يبقى مجموع البطاريتين على مجموع المقاومات، تمام. بس هنا هتقابلني بقى نقطة، وهي ان انا لازم ابقى عارف ان البطاريتين دلوقتي ممكن نقول عليهم بالطريقة ان هم في حالة تفريغ للشحنات. البطاريتين بيفرغوا الشحنات مع بعض، الاتنين بيفرغوا الشحنات للدايرة عشان تشتغل الدايرة كاملة، تمام. طب ولكن في حالة ما يكون عندي بطاريتين بالوضع اللي قدامي، وجبت لك فولت ميتر عشان اجيب قراية ال V1 وقراية ال V2، بص كويس على البطاريتين، هنجد ان القطب السالب بتاع البطارية الاولى متصل بالقطب السالب بتاع البطارية التانية، ومنه ساعتها كده اقدر اقول لك ان تيار البطارية الاولى معاكس لتيار البطارية التانية. يبقى ساعتها انا هاجي اجيب القوة الدافعة الكلية، لازم اقول له في باتري الكبيرة ناقص في باتري الصغيرة. لو انا اعتبرت ان في باتري 1 اكبر، يبقى في باتري 1 ناقص في باتري 2، تمام، على مجموع المقاومات لو كان عندي مقاومة خارجية ومقاومات داخلية، فبقدر اجيب شدة التيار. لحد كده الدنيا سليمة ومفيش مشكلة. لو البطاريتين بالوضع ده بجمع عشان اجيب القوة الدافعة الكلية، لو البطاريتين بالمنظر ده بطرح عشان اجيب القوة الدافعة الكلية، وبطرح الكبير ناقص الصغير، او بالمعنى الاصح نحطها في الحد المطلق عشان القيمة تطلع مجرد. لكن اللي يهمني هنا دلوقتي في الوضع اللي قدامي قراءة الفولتميتر الأول وقراءة الفولتميتر الثاني. هنا بقى لقطة المسألة، لأن لو أنا عندي في باتري 1 أكبر من في باتري 2، أنا دايما بمثلها إن دول بطاريتين، لو أنت جبت الموبايل تشحنه وجبت باور بانك تشحنه، الاتنين بيتشحنوا كبطاريات عادية، بتشحن الموبايل لوحده وبتشحن الباور بانك لوحده. لكن لما نيجي نوصل الباور بانك بالموبايل، مين بيشحن التاني؟ هتقول لي الباور بانك بيشحن الموبايل، يبقى ده معناه ان الباور بانك قوته الدفعة او بطارية الباور بانك بتفرغ شحنتها في مين؟ في بطارية الموبايل. يبقى معنى كده ان القوة الدفعة الكهربية للباور بانك اكبر من القوة الدفعة الكهربية لبطارية الموبايل كمثال، تمام. يبقى معنى كلامك ان البطاريتين لما توصلوا الباور بانك والموبايل، اصبح هناك بطارية تجري عملية تفريغ وبطارية اخرى بيحصل لها عملية شحن، تمام. البطارية اللي بتفرغ لو اتفقنا ان هي في باتري 1 عشان هي الاكبر، ساعتها لما اجي اقول لك قراءة الفولتميتر في 1 هيبقى في باتري 1 ناقص لانه بيفرغ، لانه بينقص منه. لكن قراية الفولتميتر الثاني هيبقى في باتري 2 زائد اي فار 2. هنا اختلفنا مع بعض على الاشارة، طلعناها بالزائد لان ده وكأن البطارية دي بتجري عملية شحن، لكن البطارية دي كانت بتجري عملية تفريغ، تمام كده. يبقى انا هنا قدرت اوصل معلومة مهمة جدا، ان انا لما يكون عندي بطاريتين بالمنظر ده زي ما شفنا مع بعض، يبقى معنى كلامك ان لو البطاريتين بنفس الوضع ده كده هنجمع القوة الدفع الكهربية، لو كانوا بنفس الوضع ده بنطرح البطاريتين من بعض وبناخد بالنا من موضوع الشحن والتفريغ. طب تعالى ناخد مثال على الموضوع ده مهم جدا. اتفضل يا استاذ. مهم جدا موضوع الشحن والتفريغ للدروس القادمه يا ابناء الطلبه، اللي هي قوانين كيرشوف. يعني زي ما مستر عبده كده كاتب على الشاشه، البطاريتين
واحده شحن وواحده تفريغ. ان شاء الله ان شاء الله في الدروس القادمه في قوانين كيرشوف هتبان اهميه الكلام ده كويس جدا جدا جدا. فنرجو ان احنا نركز على الموضوع اللي مستر عبده ده قاله، واحسنت يا مستر عبده ما شاء الله، اتفضل. تمام، نيجي بقى نبص على مثال نختم بيه الحلقه على حصه، على قصه الشحن والتفريغ. بيقول لي في الشكل المقابل تكون قراءه الفولتميتر. انا هبص كويس هنجد ان البطاريه في باتري 1 متوصل معاها فولتميتر زي ما انت شايف كده. الفولتميتر ده انا عايز اجيب قرايته. هو الفولتميتر متوصل مع البطاريه اللي قوتها الدفع 2 فولت، تمام، ومقاومتها الداخليه 3/10. البطاريه الثانيه قوتها الدفع 5 فولت. ايه ده؟ ده البطاريه دي القوه الدفع الكهربائيه بتاعتها هي الاكبر. يبقى ساعتها لو حبينا نجيب في باتري الكليه هتقول لي هجمع ولا اطرح. هبص على الاشارات، ده القطب السالب بتاع البطاريه الاولى وده القطب السالب بتاع البطاريه الثانيه، يبقى معنى كده ان هما متعاكستين. يبقى انا هطرح الكبير من الصغير، 5 ناقص 2 يبقى وكاني بقول لك ان الفي باتري بتساوي 3 فولت. طيب معايا مقاومه خارجيه ب 2 اوم ومقاومه داخليه ب 2/10 ومقاومه داخليه اخرى ب 3/10. ساعتها اقدر اجيب شده التيار عشان اجيب قراءه الفولتميتر. في باتري الكليه اللي هو الطرح بتاع 5 و2 على ار الكبيره زائد ار الصغيره 1 زائد ار الصغيره 2 هيطلع معاك 3 على 2.5. يطلع معاك التيار بسرعه 3 على 2.5 هيبقى، حد بيحسب معايا؟ 1.2 هيطلع 1.2 امبير. كده انت مسكت في شده التيار. طيب نيجي بقى نبص مع بعض ونتخدع الخدعه اللي انا عايز اخدعها لك. انت معاك دلوقتي التيار الكلي بتاع الدايره بيساوي كام يا جماعه؟ 1.2. طيب انت عايز قراءه الفولتميتر اللي متوصل بالبطاريه 2 فولت، البطارية الصغيرة اللي بتفرغ ولا اللي بتتشحن؟ سامع واحد بيقول بتتشحن، لأن البطارية دي هي البطارية الأصغر. المثال الأول الدائرة المقابلة عايز نسبة بين فرق الجهد الفولتميتر الثاني لفرق جهد الفولتميتر الأول. زي ما كان مستر عبده بيشرح هنا، طبعا احنا هنجهز ورق وقلم ونبدا ايه نكتب الكلام اللي على الشير اللي على الشاشه. بطاريتين الطرف السالب متصل بالطرف السالب، طبعا هنجيب في 2 وهنجيب في 1 وهنقسم في 1 على في 2 ونختار الاجابه الصحيحه من الاربع اجابات. ده بالنسبه للمثال الاول. يلا يا اولاد دي معانا ورقه وقلم بننقل المثال ده، وان شاء الله هنتلقى اجاباتكم في الحصه القادمه باذن الله. المثال الثاني في الدائره الكهربيه الموضحه، اذا كانت القوه الدفع الكهربيه للبطاريه 12 فولت والمقاومه الداخليه 2 اوم، عايزين قراءه الاجهزه المدونه في الجدول التالي. 1 قراءه الاميتر والمفتاح مفتوح، مفتاح كي اللي قدامنا ده مفتوح، عايزين نشوف الاميتر هيقرا ازاي، يعني المقاومات اللي هتبقى عندي مين. عايز قراءه الفولتميتر في نفس الحاله، يبقى الخطوه الاولى هي ان انا اجيب اي، لان مش هعرف اجيب في واحد الا اذا ما اجيب الا لما اجيب قيمه الاي. المثال الثاني عايزين قراءه الفولتميتر في 2، طبعا في 2 هنا حوالين مقاومه، يعني بيقرا بقانون اوم العادي اللي هو في بتساوي اي في ار. بعد كده هنغلق المفتاح، عايزين نجيب قراءه الاميتر بعد ما نغلق المفتاح. ما ننساش حاجه مهمه برضه،
برضه هنجيب اي، بس هنجيب مقاومتين على التوازي مع مقاومه على التوالي، ونجيب اي، وبعد كده نجيب التيار اللي هيتفرع في المقاومه 6 هيبقى قيمته كام؟ نحطه هنا. كل دي اسئله تدريب على نظام الامتحان الجديد. ان شاء الله هنحاول ان احنا نحط الاسئله دي في اختبار الكتروني ونبدا نشاره ليكم ابناء الطلبه. نسيب الاسئله شويه على الشاشه كده للي حابب ينقلها، وهنتلقى اجاباتكم ان شاء الله الحصه الجايه.